سنحتفي جميعا بالتلميذات والتلاميذ بالمتعاون الصغير في إطار فعالية الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الإقليمي للمسرح المدرسي. فالدرس وحده غير كافي، إذن الأنشطة التربوية أساسية، وفي هذا السياق يأتي تفعيل وترسيخ الفعل المسرحي داخل الوسط المدرسي، لأن عبر المسرح يمكن أن نمرر المنهاج الدراسي، عبر المسرح نكون شخصية التلميذ، عبر المسرح نرتقي. ولذلك جعلنا من شعار هذه الدورة في المسرح نلتقي وبالمسرح نلتقي اليوم في المسرح. وأنا أقول نرتقي اليوم بمنظومة التربية والتكوين بالمسرح. وأنتم تعلمون الأهمية ديال المسرح المدرسي في التنشئة الاجتماعية بصفة عامة، وفي بناء شخصية أعزائي وبناتي وتلميذاتي. أقول لكم من هذا المنبر، لأنه خلال السنة المقبلة وتنفيذ البرنامج المديرية الإقليمية برسمي، السنة المالية 2021 والسنة المالية 2022، سوف نعلن عن مولود جديد، ألا هو خلق إحداث جوج المراكز ديال التفتح الفني والأدبي، واحد هنا بمدينة القصر الكبير بمدرسة بيرانزران، والآخر سوف يكون بمدرسة لالا منانا بالعرائش. هذا الفضاء في الحقيقة غادي يكون فضاء ديال الإبداع، سوف يخصص لهؤلاء التلاميذ، من خلاله سوف نبرز الحياة المدرسية اللي نعتبرها هي العمود الفقري ديال المنظومة التربية والتكوين. وموعدنا إن شاء الله السنة المقبلة في الدورة رقم 14 سوف تكون بحلة جديدة وباستراتيجية جديدة بفضاءات أخرى متنوعة، نفتحوا حتى على التعليم العالي، جسور ديال التعليم العالي ومراكز مهن التربية والتكوين إن شاء الله في هذا الإطار، كذلك لأن هؤلاء التلاميذ يستحقون أكثر. فألف شكرا لكم جميعا. العزيز مخرج مسرحي ومتخصص في الاشتغال مع الأطفال أستاذة سناء شدال. سناء شدال سينوغراف، خريجة المعهد العالي للمسرح والتنشيط المسرحي، وكاتبة قصة، ومديرة شركة لإنتاج السمعي البصري. أستاذ عبد الله السماع مؤلف مسرحي وروائي، تفضل سيدي. ها نحن اليوم في المسرح نلتقي لأننا نؤمن أننا به حتما سنرتقي. نعم أيها الحضور الكريم، الارتقاء بالحياة المدرسية وجعلها مشتلا نتعهد فيه براعمنا الصغار بالرعاية والعناية لإعداد مواطن الغد المتشبع بقيم المواطنة القادر على المشاركة وإبداء الرأي وإحداث التغيير. وما المسرح المدرسي إلا جزء من هذا المشروع الكبير الذي تنخرط فيه جمعية تنمية التعاون المدرسي، وخاصة فرعها بمديرية العرائش جنبا إلى جنب مع المديرية الإقليمية بالعرائش طبعا. وما كنا لنتمكن من تحقيق ذلك لولا أننا رفعنا جميعا شعار التضامن والتعاون عاليا والتحدي كذلك، ووجدنا إلى جانبنا شركاء يتقاسمون معنا نفس الهاجس ويحملون معنا نفس الهم، ألا وهو خدمة المتعاون الصغير الذي من أجله وبه نجتمع هنا اليوم لنفسح له مجال الإبداع على مصرعيه واضعين الركحة. كما يسرني ويسعدني أن أعبر لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي وزملائي منسقات ومنسقي المسرح المدرسي عن مدى إصرارنا على المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية للمشاركة في هذا المهرجان الإقليمي. كما لا يفوتني أن أشكر طاقم التأطير الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته في تأطيرنا وتحفيزنا وتحبيب المسرح لنا باعتباره أباً للفنون، نظراً لدمجه النص الأدبي المسرحي بالتعبير الجسدي وبالتلقي الجمالي والبصري، يتيح للفاعلين التربويين
إمكانيات هائلة لجعل المدرسة مشتلاً مهماً لإنتاج طاقات متجددة. باسم جميع المتعاونات والمتعاونين الصغار أشكر الحضور الكريم على دعمهم لنا، كما أشكر جمعية تنمية التعاون المدرسي لما تصبو له من إنعاش الثقافة الوطنية والنهوض بالمسرح المدرسي الذي يعد دعامة من دعامات النشاط المدرسي والسبيل الأمثل لبناء وتكوين شخصية المتعلمات والمتعلمين، وذلك بصقل مهاراتهم ومواهبهم عن طريق تنمية ملكاتهم وقدراتهم تعزيزا لمبدأ الجسارة الأدبية. المهرجان والذي تنظمه جمعية تنمية التعاون المدرسي الفرع الإقليمي بالعرائش مع والمديرية الإقليمية أيضا يأتي في إطار تفعيل أندية المسرح المدرسي بالمؤسسات التعليمية الابتدائية، لأن كما تعلمون أن المسرح له أدوار مهمة جدا في شخصية التلميذ، في يعطي التلميذ ثقة في النفس، يكون التلميذ الناحية اللغوية، يدفع التلميذ نحو أفاق رحبة أخرى. والمسرح كما تعلمون أيضا هو حامل، يمكن أن يكون حاملا بيداغوجيا للمنهاج
التسجيل الدراسي في التلاميذ في أندية المسرح والتي هذه الأندية التي يشرف عليها أساتذة نسميهم بالمنشطات ومنشطي الأندية المدرسية، هم الذين يختارون النصوص ويعملون على إنجاز عرض مسرحي. الهدف من كل هذا هو أن ينفتح التلميذ على فن له أهميته الكبرى، وهو فن المسرح الذي يعتبر أبو الفنون، وأيضا أن يخرج التلميذ من 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 مفهوم الدرس والقسم إلى غير ذلك. فهذه أنشطة موازية يجب أن تكون إلى جانب الأنشطة الموازية الأخرى كالسينما، كالتشكيل، كأندية القراءة، أندية القرآن الكريم، أندية الحديث النبوي الشريف، أندية البيئة، أندية الصحة المدرسية، المدارس الإيكول إلى غير ذلك من الملفات التي تفتحها المديرية الإقليمية لتنشيط المؤسسات التعليمية.